لا يقهر أنواء البحر إلا ذو البأس الشديد، ولا يقوى على طغيان الموج إلا من يملكون إرادة من حديد. هم الجحيم الآتي واللهيب العاتي، تلك نيرانهم تدب الرعب في قلوب أعدائهم. ماضيهم وحاضرهم ملاحم من نور في حماية مياه مصر الإقليمية وتأمين السواحل المصرية على طول المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. فاستحقوا أن يلقبوا بفرسان البحار. بين ماض عريق وحاضر مجيد تتلألأ سجلات تاريخهم بصفحات الفخار. هكذا تنامت قدرات البحرية المصرية حتى تبوأت مكانها بين كبرى بحريات العصر الحديث إبان حكم محمد علي باشا. بداية قوية شكلت مسار رحلة صعود قواتنا البحرية خلال جولاتها البطولية في كافة حروب مصر المعاصرة، ومن بينها ملاحم حرب الاستنزاف، تلك التي توجها أسود البحار بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من أكتوبر عام 1967 في يوم مجيد استحق أن يخلد في تاريخ العسكرية المصرية عيداً لقواتنا البحرية. وتوالت الملاحم فحملت قواتنا البحرية مشاعل النصر المبين في حرب أكتوبر 73، ومنذ ذلك الحين لم تتوانى القوات البحرية عن تطوير منظوماتها التسليحية ورفع معدلات كفاءتها القتالية والارتقاء بمنظوماتها التسليحية. وتنامت تلك القدرات حتى بلغت مدايات غير مسبوقة أعقاب ثورة 30 من يونيو 2013، مروراً بتسع سنوات من الإنجازات والبطولات نجحت خلالها البحرية المصرية في تأمين المسرح البحري بعشرات القطع البحرية تتقدمها حاملتا المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات من طراز مسترال. الفرقاطات متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم. الفرقاطة الجلالة. الفرقاطة برنيس. الغواصات ألمانية الصنع من طراز 209 على 1400. الفرقاطات متعددة المهام من طراز جو وين. اللانشات طراز عمر بن الخطاب. والفرقاطة طراز ميكو اي 200. وبلغ التصنيع الحربي المحلي طفرة غير مسبوقة بإنتاج عشرات القطع البحرية، ومنها اللانشات طراز سويفت 28 مترا، القاطرة مصطفى محمود، القاطرة لطفي جاد الله، الفرقاطات الجديدة من طراز جو ويند، واللانشات القتالية المدرعة من طراز رافال 1200. إلى الصروح البحري، حيث تجلت القدرات القتالية على أعلى ما تكون بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب وقاعدة بورسعيد البحرية. إنجازات متعاقبة دفعت كبرى بحريات العالم لمد الجسور مع قواتنا البحرية لصقل مهاراتهم التكتيكية عبر العديد من التدريبات المشتركة خلال العام 2022
ومنها التدريب المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 11، التدريب المصري السعودي المشترك مورغان 17، التدريب المصري الفرنسي المشترك كليوباترا، التدريب المصري الروسي المشترك جسر الصداقة، التدريب المصري السعودي المشترك الموج الأحمر، التدريب المصري الأمريكي المشترك صافتين، التدريب المصري الأمريكي المشترك IMXCE 22. هذا إلى جانب العديد من التدريبات العابرة مع الدول الصديقة والشقيقة. هذا بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل مع بحريات الدول الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وصقل المهارات. قدرات متعاظمة ما كانت لتكتمل دون الاهتمام المتنامي برفع كفاءة الفرد المقاتل عبر التدريبات داخل الوحدات والمعاهد والمنشآت التعليمية. اهتمام مماثل برفع كفاءة وإنشاء منشآت جديدة بنطاق القوات البحرية. ولم تدخر القوات البحرية جهداً بتطوير العملية التعليمية بالكلية البحرية وفق أرقى المستويات العالمية، فوقعت بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية. وامتداداً لدورها الخاص بحماية كافة السواحل المصرية، تواصل قواتنا البحرية تأمين الموانئ والأهداف الاستراتيجية البحرية وحقول الغاز المصرية، بالإضافة إلى الدور المجتمعي باستضافة أبناء مصر من القادرون باختلاف بقيادة القوات البحرية واستضافة أعضاء مؤسسة عضلة القلب وتكريم الفرق الرياضية للقوات البحرية. مارد بحري يترقى وقوة بحر تتأهب وأسود تحمي الحمى فوق سطح البحر وفي الأعماق جاهزون دوما للانطلاق لتنفيذ أقوى المهام الجسام، حاملين راية النصر، مدافعين عن أمنك يا مصر. فرجال القوات البحرية هم فرسان البحار.